شوقتينا ان احنا نروح المطعم، لكن خلنا اقول لك انت اليوم حددتي شنو غدوت؟ صراحة يحتي يوم شفت اي ابي سمك، ابي سمك لا مع محمد. اذا نروح حق النديب محمد اللخن ونشوف ايش عنده في سوق السمك. تفضل يا محمد. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا انا يعني اللي اشوفه هنا جدا رائع، سهيت شوي بالاجواء اللي هنا ورجعت لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. تعودنا كل اسبوع لنا جوله مع البلديه، اليوم جولتنا في سوق السمك اللي في الوكره. طبعا سوق السمك اللي في الوكره مثل ما تكلمنا في بدايه هذه الحلقه ان سوق السمك اللي في الوكره يحمل نوع من الالفه بين 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 البائعين نفسهم والشارين. في سياق هذا الحديث استضفنا معنا الاستاذ جاسم المرزوقي على الحديث اكثر عن ماذا يحدث من قبل البلديه في هذا السوق. حياكم الله. يا مرحبا بكم، شرفنا وجودكم. الحمد لله، صباحك الله بالخير. الله يسلمك ويعافيك ويصبحك بالخير. علمني في البدايه لما يجي السمك من السوق من البحر نفسه يطلع عشان يجي السوق، ايش المراحل اللي يمر فيها عشان يدخل من الباب هذا عندك؟ طبعا اول ما يمر في المحل يكون بيطريين موجودين. البيطري موجود يشرف على السمك. ايش نوع الاشراف؟ يعني ايش راح يسوي في السمك؟ طبعا بعد مرحله الحراج، اول ما تتم الحراج تنتهي الحراج يعني السمك. عشان افهم منك جاسم، اذا دخل السمك طلع من البحر ودخل السوق، نعم. اول مرحله يمر فيها الحراج اللي الحراج يعني تم الحراج عليه. اذا نعم. دخل بالحراج وتم البيع والشراء وكل الاطباء البيطريين موجودين يشرفون على اول قبل لا يطلع من السوق. قبل لا يطلع طبعا. حلو. اول باول نعم يشرفون عليه اذا كان صح صار طبعا صار استهلاك ادمي او لا. زين من هم مرتادين السوق؟ يعني انا الشخص يوم جيت وشفت السوق هذا لقيت انه نوعيه معينه، تكلمني من اللي يجي السوق؟ والله الاغلبيه المواطنين الحمد لله هم دائما باستمرار الاكثريه يجون الحمد لله. المواطنين هل في فئه معينه يعني نقدر نعين اخواننا الصغار موجودين هنا؟ لا لا الحمد لله كلهم شباب وكلهم ما شاء الله. العاده نعين الشيبان والعدايس هم اللي يشترون السمك. طبعا الحمد لله. اليوم جينا احنا نشوف. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. زين كلمني على مساله السمكه نفسها. نعم. الحين في محل واحنا مثل ما شايفين مشاهدينا الكرام بدايه بالشعري هنا نلاحظ ان السمكه نفسها موجود عليها الثلج. نعم. انت لو تلاحظ ان الثلج دائما بالسمرة، انا حتى يوم جيت لقيت ان العمال نفسهم يحطون الثلج بالسمرة. نعم. عليه. نعم. ايش فائده الثلج في السمكه؟ فائده انها مرحله مهمه جدا تحافظ على درجه نقاوه السمك بحيث انه ما يتعرض لاي فساد في الموضوع هذا. يعني الثلج يبقي السمكه طافيه؟ طبعا اكيد لابد، فالثلج هذا مهم جدا صراحه وعامل اساسي وعنصر اساسي في الموضوع هاي في المحافظه على نقاوه السمك. حلو. انا لاحظت نقطه معينه ان السمك عازلينه عن بعض، يعني بدينا بالشعري هنا وصلنا الى الحمام بعدين وصلنا الى الجرجور. العزل بين السمك ايش فايدته؟ مهم جدا العزل على اساس ان يحدد نوعيه السمك ويحافظ على النوعيه بدون موضوع ما يكون فيه اتلاف وكذا. فلا بد ان تحديد السمك، وحتى المواطن لما يجي ويبي ياخذ سمك يلقى السمك قدامه واضح بحيث ان النوعيات معزوله عن بعضها البعض. يعني افهم منك اخوي جاسم اختلاط السمك مع بعض ممكن يوصل الى طبعا بي 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 لا تاثير في الموضوع. جميل. زين فلا بد ان يكون في نوع من الفواصل بين نوع ونوع. جميل جدا. طيب انا كمواطن جيت مثلا شريت اليوم خلينا نقول شعري مثلا. حلو. جيت واخذت كيلو شعري ورحت البيت، شكيت ان الكيلو هذا انه مو بصالح او انه يمكن يكون فيه اتلاف او شيء، انه فاسد للاكل مش صالح للاكل. ايش الاجراء اللي اخذه؟ على طول اتصال بلدي وقسم رغبة الأغذية على طول ما شاء الله الجمهور البيطري. قسم رغبة الأغذية عند الأطباء البيطريين موجودين ويجون على طول في نفس اللحظة. يجوني أنا وشيكون على طول طيب ويجون يشيكون على المحل اللي شرى منه السمك بالذات. حلو. يشوفون نوعية السمك اللي لازال بالذات عنده. هل عنده كمية من اللي موجود ولا لا؟ طيب نفرض أن المواطن عقب ما أخذ السمكة وعين أنها فاسدة أو غير صالح للأكل وكلم ولاحظتوا أن هذه فعلا غير صالح للأكل، إيش الإجراء اللي تاخذونه ضد البائع نفسه؟ البائع يخالف المحل. نعم. نوع المخالفه ممكن تكون تصل والله لإيش؟ حسب ما يقررها يستقسم مدير البلدية. يعني بعد ما اكتشفوا المشكله يروح لمن؟ المسؤول عن قسم رغبه الاغذيه. مسؤول قسم رغبه الاغذيه. نعم. عقب هو يتخذ القرار طبعا بين البيطري اللي عند الموجود في السوق وبين رئيس القسم. زين نقطه مهمه نبغى نتكلم عنها، مساله الاسعار. دائما الناس والمشاهدين يسالون عن شلون اسعار السمك، وين وصل سعر السوق؟ يعني مثل ما تلاحظ الهامور اليوم شوي فعلا مرتفع. زين من يقرر الاسعار؟ والله احنا ما نقدر، وزاره الاقتصاد هم طبعا هم الجماعه اللي في الحراج هنا هم اللي يحدد السعر في الموضوع هاي. البلديه طبعا احنا ما نقدر ندخل في الموضوع هذا، انما ندخل في الشراطات الصحيه فقط. اما بالنسبه لموضوع الاسعار حسب عرض وطلب اللي موجود في السوق. يعني مساله الاسعار ما لها علاقه ابدا بالبلديه يحددها؟ لا
تحددها وزاره؟ عرض الطلب، عرض الجماعه اللي موجودين حاليا اللي هم اللي حردون في السوق هذول. يعني في موظفين في وزاره الاقتصاد ايضا هنا؟ والله يراقبون الاسعار طبعا الحمد لله، يجون دائما باستمرار. طيب نبغى نرجع على موضوع التفتيش، لما يمر السمكه هذه مثلا دخلت السوق حلو وبقت هنا وقت طويل، كيف تكتشف ان الشخص هذا السمكه هذه ما باعها، بقت عنده واجد؟ كيف نقدر نعرف؟ يعني انا مثلا شفت الشعريه هذه عجبتني زين وابغى اشتريها، بس ماني متاكد هل هي فريش توها جايه ولا مبطيه هنا. والله يبين طبعا علامات ظهور الفساد، السمك واضح جدا بالذات من القوام طبعا بالنسبه انا بجوزها عشان انا لابس قفاز، ما مشكله تكلم. بالنسبه للقوام وعندك بالنسبه للخياشيم اللي موجوده تبين اذا كان حلو. لون باهت او يكون لون الاحمر، يعني الاحمر معناته اوكي هاي طازج، لكن لما يكون والله بين احمر واجد ما يحتاج يعني فريش ما يحتاج حلو اذا بين احمر معناته طازج، والقوام ايضا ما تكون متماسكه السمكه عن بعضها انها ما تكون لينه يمكن. اي طبعا حلو. وعندك الـ العين العين ما تكون باهته، يكون تكون العين فيها لمعان. يعني في امور ثانيه، والبيطري دائما الحمد لله يجي يفتش باستمرار على الموضوع هاي. زين زين، عقب ما خلص وشرينا السمك هذا الحين حلو. بعد الشراء المواطن اذا جاء خذ السمكه وين يروح فيها على طول؟ والله اذا حب نوعين، في بعضهم ياخذ سمك ويروح البيت هناك بنفسه ينظف هو حر، او في بعضهم عندنا هني عندنا موجود محل للتنظيف وتقطيع السمك، محل خاص، محل خاص هذه هو يرتب معه. جميل، نفرض ان مثل ما قلت لك السمك هذا بقي ما حد شراه، يعني ظل هنا في السوق ولا حد خذه، وش كيف تعرف؟ يعني انت الاجراء اللي بتاخذه ضد الشخص البائع اللي بقى السمك هنا وقت اطول من اللازم؟ لا خلاص تتلاف، تلاف يروح السمك تلاف، خلاص تلاف يتلاف. يعني في معيار معين على كم يقعد؟ طبعا الاطباء البيطريين يوميا يجون هني، اول ما يجي يقول له افتح الثلاجه، اهم شيء الثلاجه، الثلاجه اهم شيء، يشوف السمك اللي كان قبل بيوم موجود. اها لازم يجي ويفتح يفتش الثلاجات كلها كامله يوميا البيطري، يوميا لازم. حلو. بعد عرض بعد الحراج يجي على طول يلف على المحلات محل محل ويشوف السمك اللي كان موجود من اليوم السابق، ويقول له طلع اللي يفتح لي السمك، طلع السمك، فيشوف السمك يفحصه اذا كان على طول اتلاف مباشره. طيب في حال ذهاب الشخص بالسمكه هذه للبيت، الاختلاف الجو انت تعرف هي باقيه في وقت طويل في في البراد صح؟ نعم. اذا اختلف عليه الجو هل هي يضر السمكه؟ طبعا. شو اللي مفروض على المواطن يسويه؟ احنا نفضل المواطن ان اخر شيء يفكر فيه هو يشتري السمك، بحيث انه ما يتاخر اكثر من اللازم، لان مهما كان الجو عندنا بعض الاوقات يكون حار. صحيح. فالسمك هذا ما يتحمل. اما انت تاخذ السمك وبعدين تروح تقضي مشاويرك الثانيه وتروح البيت، صعب جدا الصراحه. صحيح. فلا بد انه بالذات السمك او اللحم او الدجاج يكون في اخر شيء، بحيث انه وصول البيت في اسرع وقت ممكن هو الاهم في الموضوع. اخر شيء يسويه في يوم انه يشتري السمك. نعم. يعني ما ياخذ السمك، اما ياخذ السمك يحطه في الشنطه في السياره ويتم ساعتين ثلاثه وبعدين يقول لك السمك عندي اخترب فاسد. صعبه شوي. فهمتك الله يعطيك. واهم مرحله في الموضوع هذه ان السمك في اخر مرحله. الله يعطيك العافيه. جزاك الله خير. استاذ جاسم مرزوقي مشرف صحه عام الله يعطيك في العافيه في وزاره البلديه. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، شرف وجودك، حياكم الله. يحسن مشاهدينا الكرام، السيد جاسم مرزوقي يوصيكم اخر شيء تسويه في يومك انك تشتري السمك، لا تبقي السمك في جو حار في خارج المنزل، لكن لازم يبقى السمك فريش وطازج ويبقى في المكان البارد. هذا كل اللي عندنا من سوق الوكره، سوق السمك في الوكره. كلمة عندكم خواتي في الاستديو. شكرا محمد على هذه الوقفه في شبره سوق السمك في الوكره. زين خلينا احنا ننتقل يا مشاهدينا الى فقرتنا الرياضيه الاسبوعيه.